بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. أعرب سموه فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة.